اثنين اما زيارة القبور نعم. فانا ارشد، لا هذا الموضوع يعني يتطلب للاجابة عليه ايام وايام، انا ارشد الى الجزء الخامس من كتاب الغدير للعلامة الاميني ليرى آراء المذاهب الأربعة في استحباب زيارة القبور، وأن الصحابة كانوا يزورون القبور، وأن السيدة عائشة كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن وترجع وعيناها فيها آثار البكاء، وسئلت عن ذلك كانت تبكي وكانت تزور. نعم يشعك الرجوع إلى المصادر، مصادر أهل السنة، ستجدها تفصيلا بالدقة بالصفحة وبالساطر وبالكتاب وبسنة الطبع في الجزء الخامس من الغدير، وقد استوعب الموضوع من كل أبعاده ونص على آراء علماء المسلمين من المذاهب الإسلامية كافة، فبالوسع الرجوع إليه. هذا فيما يخص